وخلال جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، أكد كريم إمام أمين عام أمانة الشباب المركزية بحزب حماة الوطن، أكد أن هناك خلطا في المفاهيم بين ريادة الأعمال وصاحب المشروع، مما يسبب تحديات للمستثمرين بهذا القطاع. وخلال تصريحات خاصة للتلفزيون المصري، شدد أمين عام أمانة الشباب المركزية بحزب حماة الوطن على ضرورة متابعة توظيف ذوي الهمم بنسبة 5% من العاملين بالشركات. تكلمنا في مقترح ذوي الهمم القانون رقم 10 لسنة 2018، وخصوصا مادة رقم 22، وهي اللي بتنص على ان الجهات الحكومية والغير حكومية وكل من صاحب عمل ان هو ملزم ان هو يسكن او ان هو يوظف 5%. وده طبعا كان في مشكلة في المتابعة والمراقبة، لكن القانون موجود. بنقدم مقترح على المراقبة على المشروع، وبنطالب طبعا بيه قبل ما انا اشوف ان ذوي الهمم محتاجين ايه لريادة الاعمال. انا محتاج الاول ادخلهم جوه ريادة الاعمال وجوه الاعمال نفسها، ان هو بس ان انا اشوفه بيتحرك، وان انا اعيد تأهيله واحول التسكين الى التمكين علشان يبقى فيه اسراء وظيفي، ان انا عندي ذوي الهمم محتاجين شغف ومحتاجين يحسوا ان مش يحسوا هو شريك اساسي في الوطن وفي التنميه، محتاج ان هو يدخل اكتر في العمل قبل ما نساعده في رياده الاعمال، ان هو يبقى متواجد في وسطنا دايما، مش ان احنا بس بمجرد شكل. ده بالنسبه كان لذوي الهمم.